أوضاع اقتصادية صعبة جراء ممارسات وإجراءات الاحتلال العدوانية بحق المدينة المقدسة وسكانها، تلجأ مواطنات المقدسيات لتلقي دورات تدريبية يتعلمن فيها التطريز وتصفيف الشعر والتجميل وإصلاح الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب وتصميم الأزياء، وذلك بهدف المساعدة في توفير دخل أفضل لأسرهن. بسبب الظروف الاقتصادية والوضع التسرب المدارس والوضع الاقتصادي للأسر نفسها، فطبعا الجمعية بتعطي تأهيل مهني للسيدات على أساس أنه بهاي المهنة اللي بياخدوها من الجمعية يقدروا يعيلوا أسرهم. وتساعد جمعية الفتيات المقدسيات، وهي جمعية أهلية، في خلق فرص عمل للنساء من خلال إمدادهن بالشهادات والخبرات اللازمة لهن عبر دورات تدريب مهني، ثم تساعدهن في تسويق منتجاتهن في معارض محلية ودولية. في بنات بياخذوا مني بينبسطوا يعني عليه، ببيع انا يوم بجيب مثلا بيعملوا معرض صغير هيك بقولوا كل اللي عندها شيء تجيبه، فبجيبه في صبايا بياخذوا مني. وتعمل الجمعية على توفير الدعم والمساندة للنساء المهمشات اللواتي يحتاجن دعما نفسيا، كما تقدم لأطفالهن دورات تثقيفية وأنشطة ترفيهية أسبوعية. بتعلم هذا الإشي، الإشي هذا مش غلط. التصليح مش مبني بس للشباب وبرده للفتيات المقدسيات ولكل الفتيات الموجودين، هذا الإشي بيبني المستقبل أكثر. وعشية يوم المرأة العالمي نظمت الجمعية حفل تخريج لثلاثين امرأة أنهين دورات تعليمية في تصفيف الشعر وإصلاح الهواتف المحمولة للمساعدة في دمجهن بسوق العمل. نظير فالح، تلفزيون فلسطين.